حسنا
مكان في قديم الزمان كان هناك مجموعة من الصيادين يجهزون أنفسهم للرحيل إلى جزيرة اللؤلؤ المفقود، فقد سمعوا عنها من سفينة قد أتت إلى بلادهم. يا إلهي، هي يبدو فعلا كما قالت أمي، لكني لم أتي إلى هنا. لكن لا يهم، لن يحصل أي شيء. اسمع، وبينما كان الصيادون يجهزون أنفسهم للرحيل غضب البحر غضبا شديدا وعلت أمواجه. وصابتها الحيرة تبحث عن بير الأرنوب خلف أحجار الجزيرة. نحن في رحلة
في رحلة استجمام. نعم يا مولاتي. إنها الملكة. ماذا سأفعل؟ اختبئ 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 اختبئ. أين نختبئ؟ أين نختبئ؟ صحيح، أين يختبئ؟ فكر يا همتي، فكر يا همتي، فكر يا همتي، فكر يا همتي، فكر يا همتي. أيوة فكر يا همتي. أيوة فكر يا همتي، فكر يا همتي. وجدتها وجدتها. هيا هيا اختبئ خلفي فلا يراكم أحد فلا عملاق. الغبية التي تغضب حتى لو لم يغضبها أي شيء. هاتي. نعم يا مولاتي. أنا غبية؟ كلا كلا يا سيدتي، أنا الغبي. بيلي اسمع أيها الأرنب الغبي، سوف أشويك وأكلك على طبق من الرز. هم هم هم. أنا أعتذر عنه يا سيدتي، إنه لا يقصد النساء. وأنتي لو لم تحدثيها عني بهذه الطريقة كما قال عني ذلك سأزج بك في السر. مولاتي أتسمحين لي بقول شيء ما؟ سيدتي أن نسحرهما لخدمتنا، فبعد أن رمتنا السفينة على هذه الجزيرة لم يبقى معنا أحد، وأنت بحاجة لمن يساعدك ويكون عونا لك، وخصوصا أننا نبحث عن اللؤلؤ المفقود. يا لك من ذكي يا هامتي. يا لك من غبي يا هامتي. أنا غبي؟ إذن أنا موجود. اسمع، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ الشرط هو انه
شرط ملكتي أن تساعدها وتكون عونا لها. وبماذا سنساعدها؟ تساعدها ب... تساعداني في البحث عن اللؤلؤ المفقود. أنت أيضا تبحثين عن اللؤلؤ المفقود؟ أنت تعرفين أن في هذه الجزيرة يوجد لؤلؤ مفقود؟ نعم نعم، وقد جئنا نبحث عنه. ماذا؟ بيلي يقصد لكي نساعدك في البحث عنه. حسنا، اسمع، اللؤلؤ المفقود لي وحدي أنا. هل فهمتما؟ فهمنا، فأنا لا أريد أن تنتهي حياتي في طبق من الرز. Woo!
فرح جدا، نشيد. نشيد؟ حاضر حاضر. لاتي هيا باشو في البحث عن اللؤلؤ المفقود. يلي باشر في البحث عن اللؤلؤ المفقود. هيا 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 لنباشر في البحث عن اللؤلؤ المفقود. نعم لنباشر، وأنا معكم قلبا وقالبا ونوما. أمرها أن ترفض مصيبة لا أحب الغيبة، أن ترفض مصيبة لا أحب الغيبة. سياستها مريبة. أنفذ الأوامر، أنفذ الأوامر. أنا ممكن نشيط، أعشق المخاطر، أعشق المخاطر. أحب النوم كثيرا، أنفذ الأوامر، أنفذ الأوامر. وأنام مبكرا وأصحى كالأسود، أنام مبكرا وأصحى كالأسود. لأهدي سيدتي اللؤلؤ المفقود، لأهدي سيدتي اللؤلؤ المفقود. ولكن بعد النوم أوعدكم سأعود، ولكن بعد النوم سأعود. الأنظار
نعبر البحار ونغامر في الجزر، نصارع الأمواج ونواجه القدر. سنعبر البحار ونغامر في الجزر، نصارع الأمواج ونواجه القدر. طواقة روحي يلف العالم لف، برفقتي أنس كف تساند كف. طواقة روحي يلف العالم لف، برفقتي أنس كف تساند كف. في عالم مسحور ألد من الجزر، في عالم مسحور ألد من الجزر، ألد من الجزر، ألد من الجزر. يبدو أن اللؤلؤ غير موجود. لقد تعبت كثيرا وفتشت كثيرا، أهن على وجبة من الجزر. يا سيدتي، نحن آسفون جدا يا سيدتي، لقد فتشنا كثيرا وتعبنا كثيرا ولكننا لم نجد شيء. لا يهمني تعبكم، استمعوا في البحث عن اللؤلؤ المفقود. لقد تعبت كثيرا وفتشت كثيرا ولكن لم أجد شيء. نعم لم أجد شيء. صحيح، كيف سنجد شيئا ولم نذهب إلى بوني بوني؟ بوني بوني؟ نعم بوني بوني. لقد نسيت أن أقول لكم، عندما كنت أتجول في الجزيرة باحثا عن مكان أنام فيه، صادفت طائرا لقلق. اللقلق؟ نعم اللقلق، وقد أخبرته سبب مجيئنا إلى هنا. يا سلام يا سلام، كان طائرا جميلا، له جناحان أبيضان وساقان طويلتان جدا. وماذا قال لك؟ عندما أخبرته أننا نبحث عن اللؤلؤ المفقود، قال لي بعد أن هز رقبته الطويلة هكذا هكذا. لديه منقار أصفر وجميل، وكان يأكل السمك. سمك سمك، أنا أحب السمك. ولك ذلك، وقد دعاني إلى وجبة لذيذة معه. أرجوك يا مونكي، أكمل. لقد قال لي إننا لن نجد اللؤلؤ المفقود حتى نذهب إلى بوني بوني. جميل جدا هذا اللقلق، لقد تعرفت عليه اليوم وأصبحنا أصدقاء، خصوصا بعد أكلة السمك. لذيذة والآن أكمل ماذا قال لك. صحيح، لقد دلني على مكان وجوده. نعم يا سلام، إنه طيب جدا ويحب فعل الخير، وقد دعاني غدا كي أتناول الفطور معه. يا سلام، تصوروا تصوروا تصوروا، لديه عائلة جميلة ويسكن فوق الشجرة. تصوروا تصوروا تصوروا، لديه فرخ صغير يعذبه كثيرا، لأن هذا الفرخ يتعلم من ابن الغراب شرشور عادات سيئة جدا. تصوروا تصوروا تصوروا، يحب أن يأخذ كل الأشياء التي تلمع. تصوروا. مياو مياو. تصوروا تصوروا. لا تتصوروا. وآخر شيء أخذ بعض قطع الزجاج المكسر وقد ظنها قطع من الماس. ظريف أليس كذلك؟ أخبرني ماذا قال لك عن البوني بوني. صحيح، لقد قال لي ان بوني بوني لديه الخريطة. الخريطة؟ نعم نعم، الخريطة التي تدل على مكان وجود اللؤلؤ في الجزيرة، واننا يجب ان نذهب اليه. وين يسكن هذا البوني بوني؟ لقد اخبرني ولكنني نسيت. وجبة السمك كانت دسمة، يا للغرابة الذي كانت له. يا له من قط ثرثار، كيف تتحمل يا سيدتي؟
أهل لو لحمك يؤكل لأكلت منك وجبة لحم بالدجر. أرجوك يا مونكي، حاول أن تفكر وتتذكر. فيو، هل تريدونني أن أفكر؟ نعم. وأتذكر؟ نعم. سأتعب. موكي؟ مياو. فكر وتذكر. مياو. وإلا صعدت بك إلى أعلى الجبل ورميتك من فوقه. مياو. تصعدين بي إلى أين؟ إلى أعلى الجبل. أعلى الجبل. أعلى الجبل. أعلى الجبل. إن بوني بوني يسكن في مغارة في أعلى الجبل. لقد تذكرت. وأخيرا تذكر. هيا إذن إلى أعلى الجبل. إلى البوني بوني. إلى أعلى الجبل. إلى البوني بوني. ميو 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 ميو. إلى بوني بوني. Yeah.
يمه. انا خايف. ما بكم خايفون؟ انا هو بوني بوني. بوني بوني. اهلا يا سيد بوني بوني، انا اليسه الذكيه. الذكيه؟ نعم، وبذكائي استطيع ان افعل اي شيء اريده. نعم. وانا الملكه القويه، واستطيع بمالي وجاهي وسلطاني ان افعل اي شيء اريده. يبدو انكم الى بحاجه الى درس كي تعرفوا معنى القوه الحقيقيه. سترون ماذا سافعل. هل قلت شيئا يا سيد بوني؟ اقول ستكونون ضيوفنا اعزاء على قلبي. انه طيب وجميل. جميل؟ هذا جميل، انا اجمل منه. يا صديقي يا صديقي، هذا غير لائق. الجمال ليس بالشكل، الجمال بالقلب والمضمون. وعلينا ان نكون اكثر طيبين، لان الله طيب ويحب الطيبين. انا اسف يا بوني بوني، لقد تعلمت درسا لن انساه. لا عليك يا صديقي، ما اسمك؟ بيلي. لا عليك يا بيلي، ليس من العيب ان نخطئ، ولكن من العيب ان نستمر في الخطأ. والان اخبروني يا اصدقائي، ما الذي جاء بكم الى هنا وماذا تريدون؟ سيد بوني، لقد قالوا لنا ان الخريطه التي تدلنا على اللؤلؤ المفقود موجوده عندك. بيو. عندي. ايه، ساعطيكم الخريطه. ولكن اعرفوا يا اصدقائي ان اللؤلؤ المفقود موجود داخل صندوق اعلى الجبل. والاسطوره تقول ان الصندوق يحرسه رجل مخيف يدعى الرجل الصخري، فاذا شعر بوجود احد التهمه فوراً. لذا عليكم أن تدخلوا بهدوء وتأخذوا اللؤلؤ والعودة بسرعة. هنا انتهت مهمتي، إلى اللقاء، وأتمنى لكم كل التوفيق. إلى اللقاء. سيد بوني. نعم. إلى أين؟ إلى والخريطة الموجودة عندك؟ عندي. الخريطة. تفضلي. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقائي. شكرا يا سيد بوني بوني. أنا من سيفتح الصندوق أولا، لأني أملك العقل والذكاء. بل أنا من سيفتح الصندوق أولا، لأني ملكة ولدي المال والقوة تقوم بالمال. أنا من سيفتح الصندوق. بل أنا. أنا. أنا من سيفتح الصندوق أولا. أنا من سيفتح الصندوق. أنا. 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 بل أنا. مسينا مولا. الخريطة عندي. هيا بنا إلى أعلى الجبل. إلى أعلى الجبل. Yes.
تفتش يا هلال. نمشي ليل نهار والحبل على الجرار. نمشي ليل نهار والحبل على الجرار. أغمش فاح الليل والعالم المجنون. مشينا ألف ميل والرحلة تطول. نمشي ليل نهار والحبل على الجرار. أغمش فاح الليل والعالم المجنون. مشينا ألف ميل والرحلة تطول. نمشي ليل نهار والحبل على الجرار. بعدنا من المسير والأمل كبير. بعدنا من المسير والأمل كبير. حلماً هل سيحصل؟ حلماً هل سيحصل؟ حلماً قد لا يحصل. إذا ذهبنا جميعاً سوف نصدر صوتاً فسيسمعنا الرجل الصخري. يا لك من ذكي يا هامتي. يا لك من ذكي يا هامتي. أنا ذكي إذا أنا غير موجود. عندي خبرة أصدقائي. أقترح أن تذهبي أنت أولاً. لا، لست أنا من سأذهب أولاً. أليس أليس من ستذهب؟ الذكية نعم أنا أليس الذكية وأنا ما سأذهب أولا. إلى كل من يريد فتح الصندوق يجب أن يثبت أنه يملك ثروة ولديه قصر وجاه وسلطان. إلى كل من يريد فتح الصندوق يجب عليه أن يحل هذا اللغز أولاً. واللغز يقول: شيء يطير بنا في العالم وليس له أجنحة، يحاورنا وليس له لسان، إذا فتحته تكلم وإذا أغلقته صمت. فما هو؟ صمت؟ صمت؟ يا رب الحظ، لن أستطيع أقبل
أنت حزينة؟ لن يفتح الصندوق. لماذا؟ ألست أنت الملكة وعندك الجاه والسلطان؟ ولا دخل ذلك بفتح الصندوق. لم يطلب منك المواصفات؟ كلا، ولو طلب ذلك لكان أمرا سهلا، ولكنه طلب مني حل لغز، وأنا غبية في حل الألغاز. لغز سهل سهل، أنا أستطيع حل أي لغز. وأنا أستطيع بمالي أن أفعل أي شيء. لم يفك لي ذكائي بشيء ولا مالي بشيء. عندي حل. ما رأيكما أن تذهب أنتما الاثنتين معا، والتي تستطيع منكن تنفيذ ما يطلب تنفذ على الفور. فكرة حلوة، فكرة سديدة. يا لك من ذكي يا هامتي. نعم. يا لك من ذكي يا هامتي. أنا ذكي؟ إذن أنا غير موجود. هيا يا أليس. هيا أيها الملكة. أليس. الملكة. أليس. الملكة. أليس. الملكة. هيا أيها الصندوق، هاتي ما عندك. إلى كل من يريد فتح الصندوق يجب أن ينفذ أمران. أولاً، يجب أن يثبت أنه يملك ثروة ولديه قصر كبير وجاه وسلطان. إلى كل من يريد فتح الصندوق يجب عليه أن يحل هذا اللغز أولاً. واللغز يقول: شيء يطير بنا في العالم وليس له أجنحة، يحاورنا وليس له لسان، إذا فتحته تكلم وإذا أغلقته صمت. فما هو؟ صمت. فما هو؟ رسالة. ها؟ رسالة. رسالة. لم يفتح الصندوق. رسالة. عرفته. قال صحيح. قال صحيح. نعم. نعم. عرفته. صح. إنه الكتاب. صح. صح. واعلموا يا أصدقائي إننا نحتاج بعضنا البعض، فعندما كانت أليس والملكة كل واحدة لوحدها لم يفتح الصندوق، ولكن عندما اتحدتم وصارت قوتكم أكبر استطعتم فتح الصندوق، وبهذا يا أصدقائي
في الاتحاد ستكونون سعداء. سيد بوني. نعم. هل يمكن أن تشرح لنا أكثر؟ نعم. أنا من خطط لكل ما جرى، وأرجو أن تكونوا قد تعلمتم درسا مفيدا من هذه التجربة. والآن قل لي. نعم. أين رجل الصخري؟ من؟ الرجل الصخري. لا وجود للرجل الصخري، إنها خرافة. خرافة؟ خرافة. 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 نعم خرافة. اعلموا يا أصدقائي أن القوة الحقيقية ليست بالمال وحده، ولا بالذكاء، ولا حتى بالعضلات. القوة أن تجتمع كل هذه الصفات، المال والذكاء وحتى العضلات، لأن العقل السليم في الجسم السليم، وأن العناد على الأشياء غير المفيدة لا ينفع. اعلموا يا أصدقائي، العناد على الأشياء غير المفيدة لا ينفع، ويجب أن نحترم آبانا وأمهاتنا ولا نخالفهم، وأن نحترم الكبير والصغير. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. إلى اللقاء. شكرا يا سيد بوني. شكرا. شكرا بوني بوني. شكرا. شكرا يا سيد بوني. شكرا. شكرا لك يا سيد بوني بوني. شكرا. إلى اللقاء يا أحبائي. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أنا أشعر بالنعاس. وأخيرا وجدت من يشاركني هوايتي. سأقابلكم في الحلم. أليس، وهل هذا وقت النوم يا أليس؟ لم أعد أستطيع المقاومة. تصبحون على خير. أليس. 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 يا ابنتي. أليس. 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 أليس يا ابنتي. هل تسمعينني؟ ماما. أين الملكة يا ماما؟ وأين بوني بوني؟ وأين البقية يا ماما؟ لابد أنك كنت تحلمين يا ابنتي. الجميع يبحثوا عنكِ، وأنا دلني قلبي إليكِ. لابد أن موجة البحر رمتكِ إلى هنا وتسببت في إغمائك. أنا أقول لكِ لا تخرجي، أنا غاضبة منكِ. نعم يا ماما، سامحيني، سأسمع كلامكِ ولن أحسن عمركِ أبداً. صحيح، ولكنني حلمت حلماً جميلاً، تعلمت منه درساً مفيداً. تعلمت أن الذكاء وحده لا يكفي، وإن المال وحده لا يكفي، يجب أن تجتمع كل هذه الصفات معه، فكل يكمل الآخر. ماما. أحبك يا ابنتي. أبوي الله يرضى عليه، رضا الله منه.
الوالدين.